كده العلماء قالوا لنا من البدايه ان الصبر ثلاث انواع صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر عند البلاء صبر على الطاعه لان في الوان كثيره من الطاعات تحتاج منك انك تتصبر بالذات الاشياء اللي فيها اللي فيها شيء من مجاهده النفس شوف كده عشان تصحى تصلي الفجر في وقته محتاجه مجاهده محتاجة ان تتصبر. علشان تتوضا بالماء البارد في عز الشتاء ها يبقى محتاجه منك ان انت تتصبر. علشان تجاهد في سبيل الله محتاجه ان تتصبر، عشان تدعو الى الله عشان كده وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك محتاجه ان تتصبر. فمحتاج انك تصبر على الطاعه ومحتاجه انك تصبر عن المعصيه لان المعاصي النهارده على حال امراه العزيز هيت لك المعاصي بتتلون بالوان شتى وما اكثر الفتن النهارده والمغريات المواقع السيئه للي اي حد داخل على النت ممكن يتخبط في شيء من هذا هيت لك النهارده الناس مع فساد الذمم والرشاوي و واكل مال الحرام الشائع المعاصي بتقول لك هيت لك فعشان تتصبر وتقول لا معاذ الله انه ربي احسن مثواي محتاج تفهم درسنا النهارده وتعيش قد ايه مقام الصبر ده من اعلى واعظم المقامات ولما ينزل بيك بلاء محتاج ان تصبر تصبر على اختبار الله لك